حنايا في 14 برلماني ما كانش اللي اقترح هذا، ما كانش اللي جاب مقترح لهذا الحي. كاينه حاجه واحده اخرى هنا، في اي وقفه ولا في اي حاجه المفروض راه البرلماني هو اللي راه كونسيرني، هو اللي يهبط ليها. كما مؤخرا في الباراميديكال دارت فوضى، سكروا الطريق، الطريق الرئيسي سكروه رقم واحد. المفروض الحاجه الاولى هو البرلماني يجي يشوف شنهي وعلاش، مانيش عارف سكرت الطريق على واش، ماهوش عارف، ما هو ما يهموش قاعدين، يعرف الجزائر كمل الجزائر يجي هنايا يروح لبرا، يا بحيره ولا فيلا ولا حاجه ولا هذا. ما هنا هنا ولا الحل تاع البرلمان رانا معاه ايدينو، على شرط ماهيش يجي يقولنا احنا البرلماني جاي لي يجي يقولنا راني جبتها بدراهمي. لا لا مش نحوسوا عليها، احنا نحوسوا، احنا الناس يطلعوا من المجتمع المدني، الناس اللي عندهم مشاكل، الناس اللي راهم حاسين كاينه بلي راه كاينه صح مشاكل ويقدموها للوزاره. هذا هو الخدمة تاع البرلماني، انه يرفد ملف من الولاية يعطيه الوزارة المعنية، والله يعطيه اذا ما كانش الوزير ما تعاملش معاه ولا شيء يعطيه رئيس الحكومة. فاتحين المداومات في فترة من الفترات، كانت المداومات مغلقة كاع ما نشوفوهمش قاعدين، مؤخرا راهم دايرين المداومات كوم كورونا خدامين، بصح ما يقدم لك ولا شيء. ما كاين حتى هنا عندنا لا زون ديستريال هنايا، هذه الكل يتحرك برك قال العشر نتاعها قادرين نقضوا على نسبة كبيرة من البطالة هنا في ولاية جلفة. ما شفناش واحد برلماني من هذا 16 اللي راهم في ولاية جلفة بريزونتي هذا المطلب. 14 ولا 16 ما يهمش، قعدوا قرب من الناس قادرين يوجهون هذا الوسمه. ناس عاجزين فاشلين ما قدموا ولا شيء، هذا هو. ربي سبحانه هو اللي راه يسير في الامور هذه. درك المسؤول هذا ياك نروحوا ليه واللي راهم منصبينهم درك هذ المسؤولين اللي تروح ليه يقول لك يا ودي انا خاطيني. انا خاطيني انا خاطيني. معناتها الا ماكش قادر على المسؤوليه يا خويا استقيل. ما تقعدش في المنصب تاعك، روح خلي الناس، راه كاين ناس نزهاء والناس مخلصين هم يخدموا البلاد. اللي ماكش طايق على شقاك يا خويا مد الاستقاله تاعك وروح بدل العمل تاعك. هذه اللي نقولوها. راني ضد، انا راني ضد، انا راني ضد. معناتها رانا مع نعم حل البرلمان. حنا يجونا في بلديه عين معبد الكذب في الكذب، يخمم في 30 مليون ويخمم في الباسبور روج، وين يروح ويظلوا يكذبوا. جونا ثما يقول لك يا ودي نخدم لك الطريق، نجيب لك مسعيده، ندير لك وزين، كل يوم يكذب، كل مره ما كاين والو، حيه ما تسع. والقلطه من الشعب مش من، خاطش حنايا كي جونا نصفقوا نوجدوا لهم الجي. تلقى دار شباب مسرجيه شبيبه حنايا نصفقوا وهما يضربوا في الشكاره 30 مليون، وحنايا 300 الف تاع الشبكه يقول لك رش عليه. ما كاين والو، 300 الف البلديه ما يعطيها لكش، ما كاين والو. كاينين اخرين ديرو تريتي دخلوا يخدموا، كاينين اخرين ديرو تريتي دخلوا يخدموا، هذون ياك تشوف فيهم اقسم بالله ما فيهم خدام، امني بربي ما فيهم خدام، وكل كيما راهم قاعدين، والسرقه دايره طريق، وسيرتو هنا في جلفه، جلفه يدخل يبكي يخرج يبكي، بيتك الاولين داعيين عليها كيما هكذاك، هنا الرشوه خلقت من عندنا احنا، القلم عسها في الطريق، الاعياد تطلع للجزائر كاع هاك، الزواوله هذول اللي تشوف فيهم قاعدين ولاتهم وبياتهم وكل كيما راهم، ما كانش اللي عنده، وبالنسبه للبرلمان ما كانش اللي قنعني من برلمان كاع، تحيه لرسيدي وتحيه للمعارضه وتحيه علي بالحاج. والله خويا البرلمان في الجزائر البرلماني، شوف في انسان بسيط لا علاقه بالسياسه خلاص، اللي حاب يربح درامي يروح يدير برلماني. كيوان ما كيوان اش ما كيوان ما يخدموا طرق ما يخدموا ولايه جلبه مردومه مردومه اش ما كيوان مقفوره شد منسيه عندنا هي الحيط هو الحيط يبدلوا ناقه في البنتوره يجي يروح رجلول يجي قدور. السلام عليكم. الثقه في الدوله تاعنا صاي راحت، ما بقاش ثق 40 سنه لا دار لا دواء. انا من تبسه وجاي ناكل في الخبز اللي هنا، واحد نخدم له هكذا، واحد هكذا، واحد هكذا، مش يخدموا في خدمتهم، يهز يده على حاجه ما كانش منها. ما شفنا والو حنايا، هنا الجلفاري مردومه كامل، في الخدمه، في الطرق، في كل، في الجانب اللي هضرنا عليه ما طبقوه الناش، ورم الوعود هذو ما يشوفوا غير الوعود اللي وعدونا بها، ونقولوا لهم ماذا بهم يشوفونا كما انتخبنا عليهم، يشوفونا المصالح تاعنا. احنا ضد البرلمان كاع كيما رانا، ما كانش اللي مع البرلمان، راهم في عامين ما داروا والو، جلفه هي جلفه 2012 من 62 2014 مازالت كيما هي، ما جابوا مشاريع، ما خدموا، ما داروا، ما والو، لا سكنه لا حيه، هذه هي. نديروا لهم كيما هتلر نحى البرلمان كاع من الالمان، هذه هي، نحوهم كاع، نحو لهم هذوك باسات سيسي، ونحو لهم كليف ديبا،
وشوفوهم لا يخدموا ولا لا. واش حبيتني نقول لك على المجالس هذه؟ ناس مسؤولين بصح المسؤوليه خطيتهم ما يخدموهاش، جايين على اغراض شخصيه، يخدموا في اغراضهم الشخصيه، يعمروا في الكابات كما يقول لك، يعمروا في لي كونت. يعني الشباب هذون دروك اللي تسقسيه يقول لك يا ودي مانيش خدام، والمسؤولين عندنا حنايا هنايا في الولايه وخاصه الولايه الجلفة كي تروح ليه يقول لك يا ودي ما تجيني لا على الخدمه لا على السكنه، ما لا على من نجيك، كي ما نجيكش على هذون زوج صوالح. الناس كاع راها تعاني من هذه المشاكل، فهمتني؟ المسؤولين اللي تروح ليه يقول لك يا ودي انا خاطيني، معناتها الشكوى كي نروحوا نشكاو الا لربي سبحانه.